القصة اللي قالها لرجال الشرطة كانت قصة صعب انها تتصدق. اتصل بالشرطة وبلغ ان في شخص غريب بيحوم حول البيت بتاعه، البيت اللي ساكن فيه هو وامه. نفس الشخص ده حسب كلامه هو كان وصله من شوية على الطريق، طلب منه توصيلة فوصله، لكن هو ما يعرفوش. الشرطة لما وصلت ودخلت للبيت فوجئت ان الام مقتولة. الابن بينفي اي علاقة باللي حصل وبينكر انه يكون له اي دخل في الجريمة، لكن رجال الشرطة متشككين فيه وفي قصته الى حد بعيد، وفي نفس الوقت هو رافض يخضع لاختبار كشف الكذب. يا ترى ايه اللي حصل؟ وهل الابن ده بالفعل قتل امه؟ وازاي رجال الشرطة والطب الشرعي هيوصلوا الحقيقة؟ ده اللي هتعرفوه في فيديو النهاردة. ولكن وكالعادة وزي ما انتوا عارفين، وقبل ما نكمل ياريت توقفوا الفيديو دلوقتي وتعملوا له لايك، وكمان لو انت اول مرة تشرفني بزيارة القناة ياريت تشترك في القناة، تدوس على الجرس علشان يجيلك الجديد اول باول، وبالتأكيد تعمل لايك للفيديو لو عجبك. بعد منتصف الليل وعند وصوله الى البيت، تشارلز هولدن وجد شخص غريب ومريب بيتحرك بشكل مش مريح حول البيت اللي ساكن فيه هو وامه. وبدلا من مواجهة هذا الشخص الغريب او انه يسأله انت مين وبتعمل ايه هنا، تشارلز هولدن قرر انه يتوجه لاحد الهواتف العمومية في الشارع واتصل بالشرطة. الشرطة لما وصلت الشخص ده ما كانش موجود، ولكن الشرطة اكتشفت ان زجاج الباب الخلفي للبيت مكسور. وداخل المنزل الشرطة اكتشفت ان دورثي دونيفان الام مقتولة في غرفة نومها. دورثي كانت مطعونة طعنات كتير في منطقة الوجه والصدر، والمشهد كله كان مشهد صعب جدا. لذلك الشرطة افترضت ان القاتل او الشخص الذي قام بالجريمة هو كان يعرف دورثي وعلى علاقة بيها، لان اسلوب القتل المبالغ فيه ده بيوحي ان في علاقة او معرفة بين القاتل والقتيلة. كمان الطريقة اللي عثروا بها على الجثة كانت بتوحي ان في اعتداء لا اخلاقي تم على دورثي، ولكن الشرطة لما عملوا الفحوصات اللازمة لقوا ان مفيش اعتداء تم من هذا النوع، وده اللي خلى المحققين يعتقدوا ان المشهد تم ترتيبه او اعداده عشان يظهر بالطريقة دي. كمان الشرطة لاحظت ان كل المتعلقات الثمينة موجودة ولم يتم سرقتها، ما اتسرقتش، حتى محفظة دورثي كانت موجودة جنب السرير، علشان كده الشرطة استبعدت ان يكون الحادث او الجريمة كانت بغرض السرقة. وده بيفرض سؤال مهم جدا، طيب ما هو السبب؟ ايه السبب اللي خلى واحدة زي دورثي دونوفان الست العجوزة اللي عندها 70 سنة تتعرض للقتل بهذه الطريقة؟ دورثي دونوفان كانت ارملة مرتين وعندها 7 احفاد، وحسب كلام اسرتها هي ما كانش لها اي اعداء. موضوع انها تتعرض لحادث عنف وقتل بهذه الطريقة كان شيء مستبعد جدا وغير مبرر. كمان المجتمع او المنطقة اللي عايشة فيها هي مجتمع زراعي امن جدا، الناس كلها عارفة بعضها لدرجة ان الناس كتير ما كانتش بتقفل الباب اساسا لانهم عارفين بعض ومطمنين جدا لبعض. تشارلز ابن دورثي الكبير اللي هو اتصل اصلا على الشرطة وبلغهم عن الحادث او انه شاف راجل غريب حوالين البيت، لما اكتشفوا الجريمة قال جملة او تعبير غريب جدا. تشارلز قال: لا استطيع التصديق انه قتلها، انا مش قادر اصدق انه قتلها. تشارلز قال للشرطة انه عارف الشخص اللي كان موجود خارج البيت واللي اتصل وبلغ عنه. تشارلز فاجئ الشرطة وقال لهم انه يعرف الشخص ده، قال لهم ان الشخص ده انه قابله من شوية على الطريق، وان الشخص ده طلب من تشارلز انه وصله، ولما تشارلز رفض الشخص ده غضب بشدة وممكن يكون هو اللي قتل امه بهدف الانتقام من تشارلز. طبعا الحكاية دي ما كانتش مقنعة لرجال الشرطة، وهي فعلا غريبة، يعني فين بيحصل ان تلاقي واحد بيقابل شخص ما يعرفوش على الطريق، فالشخص ده يطلب من الواحد ده انه يوصله، فالواحد ده يرفض، فالشخص ده بعد شوية يكون عند بيت الواحد ده وبعدين يعرف بيته ويخش ينتقم منه انه يقتل حد من اهله، حاجة غريبة جدا. فالشرطة ما كانتش مصدقة كلام تشارلز وحاسين ان الموضوع فيه سر. وبالفعل واجهوا تشارلز بشكوكهم وقالوا له ان الكلام اللي انت بتقوله ده مش منطقي، مش معقول اللي بتقوله ده، وده صعب جدا تصديقه. طلبوا منه يحكي اللي حصل اكتر من مرة ودونوا كلامه وكتبوه، ولكن برضه ما كانوش مقتنعين وقالوا له الكلام ده كلامك مش مقنع، وانت نفسك وانت بتحكي مش مقنع ولا مقتنع باللي بتقوله. واصبح لدى الشرطة سؤال مهم جدا، هل الشخص اللي بيحكي عنه تشارلز ده شخص حقيقي ولا ده مجرد شخصية وهمية؟ تشارلز قال لرجال الشرطة انه في اليوم ده كان عنده فترة عمل مسائي في المصنع اللي شغال فيه في الفترة من 4 مساء ل 11 مساء، وبعد انتهاء عمله واثناء عودته الى البيت توقف في احد الاماكن لشراء ساندويتش همبرجر. اشترى السندويتش وبعدين وهو متجه عشان يركب العربية بتاعته فوجئ بشخص ما يعرفوش اقترب منه وطلب منه توصيلة، قال له محتاج توصلني لمنطقة اسمها جورج تاون. تشارلز قال انه ما كانش رايح المكان ده بالتحديد، ولكن في نفس الوقت ده كان طريقه، وبناء عليه تشارلز اخد معاه الراجل في عربيته. وبعد ما مشيوا لبضعة اميال تشارلز توقف وطلب من الراجل الغريب ده انه ينزل، وقال له انا كده وصلت لاقصى نقطة وانت ممكن تكمل لان انا خلاص مش مكمل ابعد من كده.
الحقيقة كمان ان تشارلز وفقا لكلامه انه توقف في نقطة قبل منزله او قبل بيته بنصف ميل تقريبا، وده ليه؟ لانه ما كانش عايز الشخص الغريب ده يعرف مكان بيته بالتحديد، علشان كده وقف قبل البيت بشوية وطلب من الراجل انه ينزل. لكن اللي حصل ان الراجل الغريب ده غضب جدا وتنرفز جدا وحاول يعتدي بالضرب على تشارلز، فما كان من تشارلز الا انه فتح باب العربية وخرج بسرعة وحاول يهرب بعيد عن العربية. الراجل الغريب التقط مفك كان موجود جوه العربية وخرج لمطاردة تشارلز، وبالفعل قدر يلحق بتشارلز وهدده حسب كلام تشارلز انه هيقتله لو ما وصلوش للمكان اللي هو عايز يوصله. تشارلز قال انه تظاهر انه موافق انه يوصله وانه خلاص ما عندوش مانع يوصله للمكان ده، ولكن هما متجهين وراجعين العربية تشارلز جري بسرعة وقدر يسبق الراجل ويركب العربية مرة تانية ويقفل الابواب وينطلق بيها بسرعة ويترك الرجل في هذا المكان. وبعد المواجهة العنيفة ديت والموقف الغير تقليدي اللي مر بيه تشارلز، قال انه كان بيشعر باضطراب وقلق شديد، فبدأ يتمشى بالعربية شوية لانه كان خايف انه لو راح الى البيت بشكل مباشر ممكن الرجل ده يكون بيراقبه بطريقة ما ويقدر يعرف مكان بيته. وبعد 20 دقيقة تشارلز قرر يرجع للبيت، ولما وصل عند البيت كان في انتظاره مفاجأة ما يتوقعهاش، وجد الشخص ده بيحوم او بيتجول حول البيت بتاعه، ودي اللحظة اللي قرر فيها تشارلز يتصل مباشرة بالشرطة. الطب الشرعي لما فحص جثة الام قال ان الجروح ديت ممكن تكون فعلا متسببة عن طريق مفك او عن طريق اي اداة قطع اخرى، يعني المعلومة ما كانش محسومة بشكل واضح للشرطة. طبعا المحققون ما كانوش مقتنعين ابدا بالقصة اللي تشارلز بيقولها، يعني ازاي في شخص انت بتقول انه طلب ان انت توصله وبعدين حصل خلاف وحاول يعتدي عليك في الطريق وانت قدرت تهرب منه وسبته قبل البيت بتاعك بنصف ميل حسب كلامك، وبعدين لما توصل للبيت تفاجئ ان الشخص ده سبقك وموجود عند بيتك؟ واللي بيخلي القصة صعبة التصديق بشكل اكبر ان تخيلوا ان الشخص ده الغريب ده اللي هو تشارلز قال انه ركبه معاه في العربية مفروض ان هو يمشي مسافة نصف ميل وبعدين يوصل قبل تشارلز، وبعدين مش كده وبس، ده هو المفروض كمان بيدخل في شارع جانبي علشان يروح لمنطقة فيها مجموعة بيوت متشابهة موجود وسط البيوت دي بيت تشارلز، فيقدر يعرف بيت تشارلز وينتقي بالتحديد ويستهدفه. قصة صعبة جدا انها تتصدق. طبعا الشرطة لما قالوا الكلام ده لتشارلز هو كان في حالة من عدم الارتياح وتفاجئ ان هم مش مصدقينه وان هم شايفين القصة بتاعته غير قابلة للتصديق او محتمل الحدوث، وحس ان هو كده اصبح في محل الاتهام ان هو قام بقتل امه. وبعدين الشرطة اكتشفت معلومة مهمة جدا تلقي بالمزيد من الشكوك على تشارلز. الشرطة عرفت ان دورثي الام كانت قامت قبل وفاتها بفترة قصيرة بعمل بوليس التأمين على الحياة، بوليس التأمين على الحياة في حالة الموت العرضي او الموت الغير طبيعي. ويا ترى مين المستفيد من البوليسة ديت؟ تشارلز ابنها. تشارلز نفسه كان عنده مشاكل وعنده ديون متأخر عليه وبيواجه صعوبة في السداد، فده زود من شكوك المحققين تجاه تشارلز بصورة كبيرة. والموضوع اللي زود من شكوك المحققين تجاه تشارلز اكتر واكتر انه رفض يخضع لجهاز او اختبار كشف الكذب، رفض تماما انه يخضع الاختبار ده، فده اللي خلاهم ان هم يشكوا فيه اكتر رغم ان هو ما عندوش اي سجلات اجرامية قبل كده. وتفضل نقطة عدم وافقته انه يخضع لاختبار فحص الكذب سبب مستمر لإثارة الشكوك ضده من قبل المحققين. المحققون كان عندهم تصور انه ممكن ما يكونش بالفعل هو اللي قام بالجريمة او قتل امه، ولكن ممكن يكون عنده معلومات اكتر او ممكن يكون على صلة بالشخص اللي قام بالجريمة. المحققون لما فحصوا مسرح الجريمة ما احتاجوش وقت كتير علشان يعثروا على أدلة تركها او سابها القاتل. اول هذه الأدلة كانت بصمة لكف اليد من بطن اليد من جوه كده موجودة على الترابزين اللي داخل البيت. بصمة كف اليد دي كانت معمولة بالدم، القاتل يده كانت عليها دم ولما حط ايده على الترابزين ترك هذه البصمة. ايضا كان في بصمات تانية او اثار لاصابع تانية، الاصابع كمان كان عليها دم موجودة في اماكن تانية داخل البيت، ولكن ما كانتش بنفس درجة الوضوح للبصمة كف اليد الموجودة على الترابزين. بصمة كف اليد الموجودة على الترابزين بالرغم انها كانت بشكل مائل شوية او بصمة جزئية الا انها كانت تشكل اهم دليل في هذه اللحظة. رجال الشرطة قرروا ان هم يعملوا مقارنة او تطابق بين بصمة كف اليد الموجودة على الترابزين والبصمة الخاصة بيد تشارلز، والمفاجأة
التي حصل عليها خبراء الطب الشرعي والشرطة أنه لم يكن هناك تطابق بين البصمة الموجودة على الترابزين وبصمة يد تشارلز. وأصبح لزاما على المحققين دلوقتي أنهم يحطوا احتمالية أن القصة الغريبة الغير قابلة للتصديق اللي قالها تشارلز أنها ممكن تكون حقيقية. ولكن رغم وجود الاحتمالية دي بشكل أكتر من ذي قبل، إلا أن المحققين كانوا لسه شاكين أن تشارلز هولدن ممكن يكون له علاقة بمقتل أمه، يعني ممكن يكون أجر شخص ما لارتكاب الجريمة. وبالتالي عدم تطابق الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة أو حتى عدم وجود أدلة بشكل كامل في مسرح الجريمة تربط تشارلز بشكل مباشر، كان لازال لدى رجال الشرطة قناعة إن أكيد تشارلز له علاقة بالجريمة أو له علاقة بالشخص اللي قام بارتكاب الجريمة. رجال الشرطة كانوا بيعتقدوا إن القاتل المأجور ده اللي ممكن يكون ارتكب الجريمة ممكن جدا يكون هو الراجل الغريب اللي كان مع تشارلز في مطعم الوجبات السريعة. المحققون راحوا لمطعم الوجبات السريعة وبدأوا يحققوا في الكلام اللي قاله تشارلز، وبدأوا يشوفوا هل كان في فعلا أشخاص غريبة أو مريبة موجودين في المكان في الوقت اللي كان فيه تشارلز. وبالفعل حصلوا على إجابات ومعلومات إن كان في أشخاص موجودين في التوقيت ده، وده طبيعي في المطعم. ولكن المعلومة الأهم إن فعلا كان في شخص أسود البشرة كان بيتجول في ساحة الانتظار أو في ساحة المواقف الخاصة بالمطعم، والشخص ده توقف واتكلم مع تشارلز شوية وبعدين بالفعل ركب معاه عربيته. المحققين طلبوا من تشارلز إنه يوصف لهم الراكب أو الشخص الغريب اللي ركب معاه في الليلة دي. وبالفعل تشارلز وصف الشخص للرسامين الموجودين في الطب الشرعي وخرجوا بالرسمة دي. كانت النظارة الكبيرة هي العلامة الأكثر وضوحا في الوصف اللي قاله تشارلز. وبناء على الرسمة والوصف اللي قاله تشارلز، المحققون حددوا مجموعة من المجرمين المحتملين اللي ممكن يكون واحد منهم هو اللي كان مع تشارلز في هذه الليلة. حطوا مجموعة من الصور قدام تشارلز، وبالفعل تشارلز اختار واحد منهم، ريتشارد ميتشل. ريتشارد ميتشل كان هو كمان نفس الاختيار أو نفس الصورة اللي اختاروها الناس اللي شغالة في مطعم الوجبات السريعة. ريتشارد ميتشل اللي كان عمره 33 سنة كان في تشابه كبير بينه وبين الرسمة أو التوصيف اللي قاله تشارلز. هو كان عنده سوابق إجرامية، وكان تم القبض عليه قبل كده في سوابق لها علاقة بالتزوير والسرقات البسيطة. وكان في تفاؤل لدى رجال الشرطة والمحققون إن هم أخيرا عثروا على شخص ممكن يكون هو فعلا اللي ارتكب الجريمة. وبالفعل قدر رجال الشرطة يحددوا مكان ريتشارد ميتشل بمنتهى السهولة. وصلوا لبيته وراحوا له مباشرة، وبمجرد أن وقعت عينيهم على ريتشارد ميتشل عرفوا إن مش هو ده الشخص المطلوب. ليه؟ الشخص المطلوب كان بدون لحية. ريتشارد ميتشل قدامهم كان عنده لحية كثيفة. أضف إلى ذلك إن بصمة اليد بتاعة ريتشارد ميتشل ما كانش فيها تطابق مع بصمة كف اليد اللي لقوها على الترابزين في مسرح الجريمة. ومع كل ده وده، ريتشارد كان عنده حجة غياب الشرطة تأكدت من صحتها، وبالتالي ريتشارد ما كانش هو الشخص اللي الشرطة بتدور عليه. الشرطة عثرت في مسرح الجريمة على دليل تاني مهم جدا. عثروا على آثار للدماء على مفتاح الكهرباء الموجود داخل البيت. الدم ده ما كانش دم الضحية، ما كانش دم دورثي. والشرطة قالت ان ممكن الشخص القاتل ده او المجرم اللي ارتكب الجريمة ممكن جدا يكون جرح نفسه لما كسر الزجاج بتاع الشباك وهو بيحاول يدخل البيت. تم اخذ عينة من الدم ده وبعتوها لمختبرات الطب الشرعي، عملوا عليها الفحوصات والاختبارات والتحليلات وظهرت النتائج. مفيش تطابق بين عينة الدم دي وعين الدم ريتشارد ميتشل، ولا دم تشارلز، ولا دم أي شخص ممكن يكون مشتبه فيه في الجريمة. الشرطة كان عندها حالة كبيرة من الإحباط، يعني هم عندهم أدلة قوية في مسرح الجريمة لكن مش قادرين يلاقوا تطابق بين الأدلة دي وأي شخص من المشتبه فيهم. ورجع تشارلز يكون هو المشتبه الرئيسي عند الشرطة. الشرطة كانت متشككة جدا في القصة اللي قالها، رغم ان هم حصلوا على أدلة وعلى قرائن وعلى شهادات من ناس كانوا موجودين في مطعم الوجبات السريعة دعموا كلام تشارلز، ولكن القصة لا زالت ومستمرة غير قابلة للتصديق لدى رجال الشرطة ومش منطقية بالمرة، وبالتالي خلاه هو المشتبه رقم واحد بالنسبة لرجال الشرطة. لكن ورغم الشكوك دي، الشرطة مش قادرة تحصل على دليل دامغ يتأكدوا من خلاله ان تشارلز هو الذي قام بارتكاب الجريمة، او على الاقل له علاقة بالشخص الذي قام بارتكاب الجريمة. ويبقى الوضع على ما هو عليه لمدة 10 سنين.
عشر سنين كاملة مرت على ارتكاب الجريمة لم تتمكن خلالها الشرطة من الوصول إلى أي دليل يساعدها في معرفة القاتل، إلى أن حدث تطور في النواحي التقنية والإمكانيات المتاحة لرجال الشرطة. وقتها قدروا أن هم يدخلوا على قاعدة بيانات الحمض النووي الوطنية للمجرمين الجنائيين. والمفاجأة أن الشرطة والإف بي آي لما حطوا بيانات الدي إن إيه الخاصة بقاتل دورثي دونيفن حصلوا على تطابق. النتيجة كانت جدا مبهرة لرجال الشرطة، وكانوا حاسين بسعادة وحماس كبير جدا، لأنهم فقط كانوا حصلوا على إمكانية الدخول لقاعدة البيانات دي من أسبوع فقط، يعني مدة أسبوع بس، وقدروا خلال هذا الأسبوع أو بعد أسبوع أنهم يحصلوا على تطابق في جريمة بقالها عشر سنين مش قادرين يوصلوا فيها للجاني الحقيقي. جيلبرت كانون مجرم محترف كانت بياناته أو الدي إن إيه بتاعه مسجل على قاعدة البيانات الوطنية، حصل تطابق بينها وبين الدي إن إيه الموجود في مسرح الجريمة. جيلبرت كانون كان عايش في مدينة ديلوير في وقت حدوث جريمة مقتل دورثي دونيفن. جيلبرت كانون كان تم سجنه في جرائم لها علاقة بالمخدرات والسرقات، وتم إطلاق سراحه بعد قضاء المدة. ولكن في الوقت اللي الشرطة تمكنت فيه انها تعثر على تطابق بين الدي ان ايه الخاص بيه والدي ان ايه الخاص بالقاتل اللي موجود في مسرح جريمة دورثي دونيفن، كان جيلبرت كانون مش معروف مكانه، ولا حتى كان معروف هل هو لازال على قيد الحياة ام مات. الشرطة قدرت تحصل على صور قديمة لجيلبرت كانون، صور كانت أخذت له في فترة التسعينيات. قارنوا بين الصور دي وبين الرسمة اللي اترسمت من خلال الوصف اللي قاله تشارلز قبل عشر سنوات، وبالفعل كان في تطابق كبير بين الصورة اللي تم رسمها من عشر سنين وصور جيلبرت كانون. ولكن ومع استمرار عمليات البحث الشرطة قدرت تحدد مكان جيلبرت كانون. كان موجود في بيت صديقة له على بعد 40 ميل من بيت دورثي دونيفن. والحقيقة ان الشرطة احتاجت شهرين ونص لغاية لما قدروا يحددوا مكان جيلبرت كانون. ولما بالفعل وصلوا ليه وقبضوا عليه ووجهوه بالاتهامات اللي عندهم، انكر تماما انه يكون له علاقة بمقتل دورثي دونيفن، وانكر كمان انه كان موجود في المدينة اصلا وقت وقوع الجريمة. الشرطة كانت متأكدة ان الدي ان ايه الخاص بجيلبرت كان موجود في مسرح الجريمة، لكن كان موجود كمان نقطة البصمة اللي موجودة، بصمة كف اليد اللي موجودة على ترابزين السلم في مسرح الجريمة. لذلك الشرطة أخذت بصمة كف اليد أو بطن اليد الخاصة بجيلبرت كانون، وأخذوها بطريقة تسمح أنهم يقارنوا بينها وبين بصمة اليد اللي كانت موجودة على الترابزين في مسرح الجريمة. ولما خبراء الطب الشرعي عملوا المقارنة بين البصمتين كان في تطابق. الشرطة واجهت جيلبرت بكل الأدلة اللي عندها، تطابق الدي ان ايه، تطابق البصمة، انه كان موجود في المدينة وقت حدوث الجريمة، ورغم كل ده استمر في الإنكار وانه لم يقتل اي شخص وانه ما كانش موجود في المدينة ولا له اي علاقة بمقتل دورثي دونيفن. المحققون تركوا جيلبرت في غرفة التحقيقات لعدة ساعات، ثم فوجئوا به بعد عدة ساعات دي وهو بيطرق أو بيخبط على زجاج باب غرفة التحقيقات وبيقول لهم أنا عاوز أتكلم معاكم. جيلبرت فاجئ المحققين بكلام مختلف تماما عن اللي كان بيقول من شوية. بعد ما كان بينكر بشكل مستمر وبشكل تام انه له اي علاقة بالجريمة او انه كان موجود في المدينة اصلا، رجع دلوقتي يقول انا بصراحة مش فاكر، انا ممكن اكون كنت موجود، ممكن اكون خرجت، ولكن انا كنت شارب مخدرات غالبا، وانا مش فاكر انا عملت ايه في الليلة دي تماما. تشارلز قال انه الليلة دي كان واخد جرعة من مخدر الكوكايين وكان بيبحث عن المزيد، وهو واقف في ساحة السيارات او في موقف السيارات الخاص بمطعم الوجبات السريعة، اتقابل بالفعل مع تشارلز هولدن. طلب من تشارلز هولدن انه يوصله لمنطقة جورج تاون. تشارلز قال له انه مش رايح لجورج تاون، ولكن دي في طريقه وانه ممكن يوصله لأقرب نقطة ليها. وفعلا ركب مع تشارلز السيارة ومشي به تشارلز لمسافة معينة، وبعدين توقف وقال له انا وصلت لأقصى نقطة او ابعد نقطة ممكن اوصلك ليها، ممكن تنزل دلوقتي من العربية. جيلبرت رفض انه ينزل من العربية وطلب من تشارلز بإلحاح انه يوصله للمكان اللي عاوز يوصله، لكن تشارلز رفض واصر انه مش هيوصل جيلبرت لأبعد من كده. فما كان من جيلبرت الا انه غضب بشدة وهاجم تشارلز وحاول يضربه. تشارلز خاف جدا وفتح باب العربية وحاول يهرب من جيلبرت. جيلبرت التقط مفك كان موجود جوه العربية وخرج هو كمان مسرعا خلف تشارلز، وبالفعل قدر يلحقه ومسكه، واستمر العراك بينهم شوية، وفي النهاية وافق تشارلز
انه يوصل جيلبرت للمكان اللي هو عاوزه، لكن تشارلز قدر انه يسبق جيلبرت وجري على العربية بسرعة وركب ومشي وترك جيلبرت في هذا المكان. كانون قال انه ما كانش عنده خيار تاني غير انه يكمل طريقه ماشي في نفس الاتجاه. وبعد شوية قال ان قابلته مجموعة من المنازل وكانت كلها الانوار بتاعها مضيء، وهو كان تعبان وعايز يشوف مكان ينام فيه، فتوقف امام اول بيت شاف ان انواره مطفية وفكر ان البيت ده فاضي مفيش فيه حد، فممكن بالفعل انه يدخل البيت ده وينام. لما كسر زجاج الباب الخلفي للبيت الصوت ده ايقظ او صحة صاحبة البيت اللي كانت هي دورثي دونوفان. تشارلز قال ان دورثي شافته وهو كان خايف جدا انها تتعرف عليه، ففي ثورة غضب وهو مش حاسس لانه واخد جرعة مخدرات هاجمها بشدة وضربها بالمفك اللي معاه اكتر من مرة حتى ماتت. وهو بيهرب بعد ما قتلها ترك بصمة ايده على ترابزين السلم وكذلك على مفتاح الكهرباء. في نفس التوقيت ده كان تشارلز وصل للبيت وشاف جيلبرت وتوقع ان جيلبرت بطريقة ما قدر يوصله ويعرف بيته، وساعتها اتصل بالشرطة. جيلبرت قال ان اللي حصل ده كله كان بالصدفة، هو ما كانش يعرف ان البيت ده بيت تشارلز ولا كان يعرف ان في اي علاقة بين دورثي وتشارلز. المحققون سألوه لو كان في اي حد موجود معاه في هذه الجريمة او ان حد طلب منه او ان تشارلز طلب منه ارتكاب الجريمة دي، لكن اجابته كانت بالنفي. وكمان كان مندهش جدا من الصدفة الغريبة دي ان تشارلز يبقى ابن دورثي الست اللي هو قتلها. وفي مواجهة حكم الاعدام المحتمل قرر جيلبرت انه يعترف بجريمة قتل من الدرجة الاولى لدورثي دونوفان، وبالفعل اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون افراج مشروط. الحكم اللي كان بمثابة إدانة لجيلبرت كانون بقتل دورثي دونوفان كان بمثابة كمان إثبات براءة تشارلز ابنها اللي كان اتهم بقتل أمه دون ما يكون له أي تدخل في الجريمة أو علاقة بالجريمة، غير أنه كان مهذب أو مؤدب بشكل كفاية وأنه قبل أنه يوصل شخص معرفوش في هذا التوقيت بهذا الشكل في هذه الليلة. هل دي كانت طيبة زيادة من تشارلز؟ هل كانت سذاجة؟ كل ده وارد، ولكن في النهاية ده اللي حصل في قضية النهاردة. قضية غريبة بدأت بحكاوي متضاربة وقصص مش مقنعة بالمرة، ولكن في النهاية العلم والطب الشرعي قدر يوصل للجاني والمجرم الحقيقي ويثبت براءة إنسان غلبان ملوش أي ذنب في اللي حصل. ياريت تقولولي رأيكم في قضية النهاردة في التعليقات، وطبعا لو انت لسه ما عملتش لايك للفيديو ياريت تعمله لايك، ولو انت اول مرة تشرفني بزيارة القناة ياريت تشترك في القناة تدوس على الجرس علشان يجيلك الجديد اول باول، وبالتأكيد ما تنساش تعمل لايك للفيديو. وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة وقضايا قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.